برج الحمل. مهنياً، قد تكون اليوم أحوالك العملية في مد وجزر، وتكون قادراً على استقرارها بفضل التحدي والشجاعة. عاطفياً، العازب، تكون في حالة عاطفية خاصة وتسبح في بحر من المشاعر وترفض الواقع. المتزوج، ستكون عواطفك متأثرة بوضع الأسرة ككل، حاول تقديم الدعم والخدمات لصالح المجموعة العائلية. برج الثور. مهنياً، سفر قريب يجدد نشاطك ويقضي على حالة الروتين وتجني منه مكاسب مادية ومعنوية. عاطفياً، العازب، تتصرف على هواك وبشكل غير عقلاني، معتقداً أن الحب كل شيء، وتضرب بعرض الحائط بنصائح الأصدقاء. المتزوج، استقرار عاطفي رغم رغبتك الداخلية بالتجديد والتغيير. برج الجوزاء. مهنياً، تكون اليوم أمام خيارين، إما أن تفقد بعض الميزات والمكاسب أو تقدم بعض التنازلات التي تتنافى مع مبادئك وأفكارك. عاطفياً، العازب، تناقش مع الحبيب وعوده المستمرة بالارتباط بدون اتخاذ موقف جدي، وتقرر حسم الأمور. المتزوج، ربما تقوم بمغامرة تتعارض مع المفاهيم والقيم الاجتماعية دون أن تحسب نتائجها السلبية على أسرتك. برج السرطان. مهنياً، تسيطر عليك اليوم فكرة التغيير الجذري في المجال المهني بدافع القلق من المستقبل، وتقوم بمحاولة فاشلة. عاطفياً، أسباب خارجة عن إرادتك تجبرك اليوم على الابتعاد عن الحبيب أو الشريك، فتشعر بالوحدة والفراغ العاطفي. برج الأسد. مهنياً، تكون اليوم أمام تحدي كبير لقدراتك وصبرك. أثبت ذاتك وكن قادراً على المواجهة وستنجح بإذن الله. عاطفياً، العازب، تحب بإخلاص وتسهر الليالي تفكر بالحبيب، ولكنه واقعي، يفكر بتأمين وسائل الارتباط. المتزوج، كن صريحاً مع الأسرة حول وضعك المادي الصعب كي يخففوا من طلباتهم الغير ضرورية. برج العذراء. مهنياً، تنتصر اليوم على بعض التحديات المهنية والعملية، وذلك بفضل عقلك الراجح وحسن تدبيرك للأمور. عاطفياً، العازب، تشعر بالحب وتحلم وتستمر بالحلم دون أن تتأكد من مشاعر الحبيب. المتزوج، تعيش الأمان الداخلي وتنظر إلى المستقبل بكل تفاؤل، وتشعر بالاستقرار بسبب تميز وترابط الأسرة. برج الميزان. مهنياً، فكرة فيها إبداع تدور بخاطرك ولا تريد أن تفصح عنها لأحد لأنك خائف من عدم قبولها، اشرحها للآخرين وستحظى بالتقدير. عاطفياً، العازب، تشعر بتغيير داخلي في أحاسيسك ومشاعرك، ترقب تغيراً في مسار حياتك العاطفية. المتزوج، تكون قلقاً لأن الشريك يمر بفترة عصيبة، كن بجانبه لأنه يحتاج لمساعدتك عاطفياً ومادياً. برج العقرب. مهنياً، أمل وضعته في أمر ما قد يأتي سلبياً وعكس التوقعات، كن قنوعاً وصبوراً لأن ما يحصل الآن هو أفضل الممكن. عاطفياً، العازب، تقع بغرام صديق لك بالعمل وتشعر بالتردد كلما حاولت البوح له بذلك، كن شجاعاً. المتزوج، تنضج مشاعرك نحو الشريك مما ينعكس إيجابياً على علاقتكما العاطفية، فتعيشا قمة الحب والرومانسية. برج القوس. مهنياً، ربما تحصل على ثروة لم تكن تتوقعها تستخدمها في إقامة مشروع استثماري لتحقيق بعض أهدافك. عاطفياً، العازب، ترفض الزواج التقليدي ويتحقق لك ما تتمنى بأن تعيش حباً غير عادي. المتزوج، أمر يتعلق بالإرث يثير بعض الخلافات داخل الأسرة، لا تقدم أي تنازل وحاول تأجيل الموضوع. برج الجدي. مهنياً، يحدث تحسن في مسار حياتك
وتنتصر على العقبات التي واجهتك مؤخراً، وتبدأ للتخطيط لمشروع جديد. عاطفياً العازب تعيش حباً مستحيلاً وتمر باضطرابات عاطفية وتحتاج للتفكير بهدوء. المتزوج يضغى على علاقتك مع الشريك البرود العاطفي والفتور، وتبحث عن وسائل التجديد. برج الدلو مهنياً راقب الأمور بحذر، وحاول ألا تضيع منك فرصة هامة بسبب ترددك وعدم أخذها بجدية تامة. عاطفياً العازب تشعر أن كل شيء باهت وأن خياراتك العاطفية معدومة، وفجأة يدخل الحب لقلبك فيغير كل شيء. المتزوج ربما تختلف مع الشريك حول أمور جوهرية تجعل علاقتكما أمام خط فاصل. برج الحوت مهنياً تكون اليوم أمام عدة أمور سوف تحدد مدى نجاحك المستقبلي. كن واعياً لأدق التفاصيل وادرس جيداً كل خطوة تخطوها. عاطفياً العازب تعيش نزوة بريئة تشعرك بالسعادة والمتعة، وتنسى واجباتك تجاه من تحب. المتزوج تكون اليوم أنانياً، احرص على منح دفء المشاعر للشريك وأظهر له الحنان كي يبقى بجانبك.